فادي الخطيب بفضيله محمد ابراهيم. يلا يا محمد كمان اليوم، ومتابعه من خليل عون. برافو يا خليل، نقطه الخامسه. فادي الخطيب اللي عم يكون خامس افضل ممرر ببطوله غرب اسيا بمعدل 4.7 اسيست. إلي ستيفان بيضرب من بعيد ولعب المدرب مصطفى هاشمي. المدرب مصطفى هاشمي بيطلب سريعا التايم اوت لانه الشركة عم قوله المدرب هاشمي بيعرفه كثير منيح، بيعرف شو يعني مباراة كرة سلة امام جمهور كبير مثل اللي عم يتابع المباراة اليوم بديك المحدي بملعب فريق شانفير. بده يجرب يتفادى اي ضغط ممكن يمارسوا عليه رجال المدرب غسان سركيسي. بيطلب حسم صدارة المجموعة الأولى. ضغط ضغط دفاعي على نيكولاس. حمد افاق، حمد افاق مقطوع بريدي ستيفان كارنات، وهون في خطا لصالح الفريق اللبناني. برافو يا شباب، جود ديفانس. هيدا الشيء كنت عم اقوله، جود ديفانس مع تركيز وجمهور يولع الملعب بهالوقت. لازم الملعب يولع، وهذا الشيء اللي عم بيصير. رابوا الشاشه وشوفوا الجمهور كيف كله عم يتحرك. يلا يا خطيب. الخطيب صانع العاب فريق شانفيل. فادي بسدد عن الآن. الخطيب 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 بسجل 17 نقطة للخطيب، بسجل نقطة 15. فادي بمرر لخليل عون. إلي ستيفان، يلا يا إلي، يلا يا إلي. إلي ستيفان بيضرب كمان من جديد من بعيد. 8 نقاط لإلي ستيفان. الخطيب بينقلها لجهة خليل عون اللي بسدد عن الارك. يا خليل يا خليل يا خليل، خليل بينجح والفرق نزل لسبع نقاط بس، سبع نقاط الفارق، سبع نقاط. أربع دقايق وعشر ثواني، هيدي كثير مهمة، هيدي كثير مهمة. نيكولاس نيكولاس نيكولاس، ما معقول نيكولاس ثانيتين عنده سبع دقيقة. سو بسدد عن الارك الريباوند. يا خليل عون برافو يا خليل، ممتاز خليل عون. سام هوسكن بيرجع بردها لإلي ستيفان. إلي إلي إلي، لا 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 لا. إلي ستيفان بسجل عن الأرك، بسجل عن الأرك ثالث ثلاثية. الفرق نزل لست نقاط، ثلاثة دقايق متبقية لنهاية الجيم. لازم الجمهور كله يوقف، يحط ضغط، يحط ضغط ضغط. ليكوا لحظة اسمعوا، هيدا هو ملعب الشانفيل، هيدا جمهور اللبناني اللي عم يواكب المباراة بالمواجهة اللبنانية الإيرانية. نيكولاس ما بينجح الريباوند. يا خطيب الريباوند بيلتقط الخطيب، الريباوند بيلتقطه فادي الخطيب. وإلي ستيفان، إلي بيوصلها لخليل عون. كارنيت تومسون، كارنيت تومسون لسام هاسكن. حلوة كثير يا هاسكن، حلوة كثير يا هاسكن. نقطة الرابعة وأسست كارنيت تومسون. ما معقول شو صار بالمباراة، ولعت المباراة، انقلبت رأسا على عقب، والفارق اصبح اربع نقاط. والضغط اللي كنت عم اقول يلي ممكن يحسه المدرب الايراني مصطفى هاشمي ضاقه وحس فيه وطلب التايم اوت. الجمهور واقف والمدرب مصطفى هاشمي موجود على بدل ما يكون بالتايم اوت، كان عم يحكي مع طاوله الحكام. فقد تركيزه اكيد. مهدي كامراني بينطر السكرين. مهدي بعد في خمس ثواني. نيكولوز لحامد، ثانيتين، ثانية. بلوك فايوليشن، بلوك فايوليشن، ترن اوفر. سقط الفريق الإيراني من جديد بالكلوك فايوليشن. ترن اوفر وتايم اوت للمدرب اللبناني غسان سركيس. دقيقتين وثانية متبقية لنهاية المباراة. البوزيشن لنا، إذا قدر الفريق اللبناني يسجل هيدا اللي عم تسمعوه ماشي، رح تسمعوه اكثر. صمد او هون عفوا مهدي كمان بيمرر لنيكولوس. نيكولوس ما بينجح بالمحاولة، الريباوند على خليل عون. يلا يا شباب، إلي ستيفان فينا نرجع نعوض. فادي الخطيب بروح على السلة. الخطيب بيلتقط الريباوند، الريباوند بيلتقطه فادي الخطيب. يا خطيب يا خطيب يا خطيب، الخطيب بسجل نقطه ال 21 والفارق اصبح نقطتين. الفارق نقطتين. صمد بهرامي نيكخا برد، برد صمد بهرامي نيكخا برد. اللاعب الايراني اللي احترف بالدوري الفرنسي برو ا عم برد.
وعم يرجع يعمل فرق أربعة. الوقت عم يمرق أقل من دقيقة. فادي الخطيب. خليل عون. فادي. فادي بسدد عن الأرك. بسدد عن الأرك وبسجل فادي الخطيب. لا 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 هيدا زندك يا فادي الخطيب فرجينا زنده. إذا بده يطلع الجمهور ما حدا رح نكفي اليوم. لا لا مشي طلع الجمهور بس فادي الخطيب. فادي بيخترق السلة بسجل الخطيب والمباراة عم تنتهي.